بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تمكن الإنسان أن يعمل 3 أشياء يتمكن من هدف رفيع، وإذا لم يتمكن لا يتمكن من هدف رفيع. الشيء الأول التقشف في الحياة، لأن الإنسان إذا لم يكن متقشفا أو على الاصطلاح الشرعي زاهدا هذا لا يتمكن من التقدم. تقشف في كل جوانب الحياة، أكلا شربا لباسا مسكنا منزلا سفرا حضرا، لأن الإنسان له مال محدود. هذا المال المحدود لا يتمكن أن يعمل به ما يوصله للهدف. فإذا كان متمكنا من التقشف يتمكن من ضبط نفسه وأعصابه، يتمكن من الوصول إلى الهدف. إذا تريد أن تسافر منا إلى طهران، من الممكن أن تستأجر سيارة ب2000، ومن الممكن أن تركب في وانيت ب10 ثوامين. إذا ركبت في الوانيت ب10 ثوامين معناه أنك وفرت على نفسك لأجل هدفك 1990 توما. هذا يتمكن الإنسان أن يستخدمه في هدفه. لنفرض يشتري كتب يوزع على المحتاجين ثقافية. كثيرا ما الإنسان ما عنده فلوس، يعني أنك بإمكانك أن تسافر منا إلى ألمانيا ب5000 توما 3000 توما. تتمكن أن تسافر بالطائرة ب100000 توما، ف100000 توما أنت ما عندك، بينما 5000 تومان 3000 تومان أنت متمكن منه. في ملابسه، خير الملابس ما يخدمك لا ما يستخدمك. مثل حكماء ذكروه، خير ملابس الإنسان ما يخدم الإنسان مو ما يستخدم الإنسان. يعني لا تقعد على القاع، لا يصير وسخ، لازم إذا جئت إلى البيت تبدله، لا يكون مرقع. هذا معناه أنك خدمته. بينما إذا ملابس عادية هي تخدمك. خير الملابس ما تخدمك لا ما تستخدمك، يعني تجعلك خادما له. في كل الشؤون أكو تقشف، وفي كل الشؤون أكو ترهل والترف وبذخ وتبذير وإسراف، وهذا الشيء يسبب أن الإنسان لا يتمكن من الوصول إلى الهدف. هذا يسمى بالتقشف. إذا تمكن الإنسان من أن يكون متقشفا هذا يتمكن من الوصول إلى الهدف. في العراق أحد أصدقائي كان طلبة والآن موجود، يعني من الطلبة، طلبة جمعة، لازم نقول من الطلبة، لأن طالب طالبان طالبون طالبة طالبتان طالبات وطلب وطوالب، والجمع المذكر طلبة. فهذا على الإصطلاح العرفي أو بحذف من الطلبة، لازم يقول أنا من الطلبة مو أنا طلب على الصحيح. هذا أصدقائنا كان من الطلبة في العراق، هذا بنى داره هو وزوجته وأولاده بنفسه. الآن موجود، الآن شخصية. أنا رحت إلى داره، ومو كان بناء هذا، وإنما هذا تقشفا صنع هذا الصنع. حصل على أرض وهو طلب أيضا، في أوقات الدراسة يدرس، في أوقات غير الدراسة خميس جمعة عصريات ما أشبه، بالليل يبني بيته، كأكمل بيته بنفسه فسكن فيه. فبدل أن يعطي إيجار مثلا كل سنة 50 دينار وفر على نفسه. ثم ما كان عنده فلوس أيضا، وأنه كان عنده فلوس. التقشف معناه هذا، أن الإنسان يقتنع بأقل ما يتمكن في أكله في شربه في لباسه في زواجه في سفره في بنائه في داره في أثاثه وفي كل شؤونه.
هذا الشيء الأول الذي يسبب وصول الإنسان إلى الهدف، ونتكلم حول الهدف. الشيء الثاني التوكل، وهذا أيضا تاء تقشف وتوكل. الإنسان يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هل الله قادر؟ هل الله محتاج؟ هل الله ما يفهم؟ فكيف نتوكل على الله والله لا يستجيب دعانا؟ لأن في الواقع ما نتوكل على الله. توكل على الله معناه أنك تعلم أن أزمة الكون بيد الله، وأنك كما تذهب إلى الخباز لتأخذ منه الخبز، وإلى اللحام لتأخذ منه اللحم، كذلك تذهب إلى الله طلبا لحاجتك. هكذا نذهب إلى الله سبحانه وتعالى نحن؟ لا، ذهاب للروتين. توكل معناه أنك تطلب كل شيء من الله سبحانه وتعالى، بل تعلم أن الله سبحانه وتعالى يرزقك من حيث لا يحتسب في الآية، أو لا تحتسب في كلام. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله ليس بكاذب ولا بخيل ولا جاهل ولا نائم ولا غافل ولا ميت، وإنما هذا ذنبنا نحن لمن نتوكل على الله، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي هو في سبيله ويطلب منه طلبا واقعيا يستجيب دعاه ويعطيه أمله. وأكو في الأحاديث أطلب من الله سبحانه وتعالى طلب من يعرف أن حاجته وراء الباب. كم فرق بين أني أعلم أن حاجتي وراء الباب وأنه هكذا أتكلم. الإنسان الواجب عليه أن يكون متوكلا على الله في جميع شؤونه. ذات مرة أحد الطلبة في كربلاء، قصة مشهورة لعلي أنا ذكرتها أيضا في بعض ليالي الخميس، هذا 6 أشهر يطلب من الإمام الحسين والعباس عليهما الصلاة والسلام أن يزوجه الله سبحانه وتعالى، وهو فقير ولا يتزوج ولا يذهب فقره. ذات مرة كان في حرم العباس عليه الصلاة والسلام، شافر المعادي أجى وأخذ الحاجة فورا. في قصة ما أريد أفصل القصة، هذا زعل. أجى للعباس عليه الصلاة والسلام، ودع العباس ودع الحسين، قال أنا أروح على ريفي في إيران. أجى للنجف حتى يودع الإمام أمير المؤمنين، لأن هو معتقد لكن زعلان. ويروح من ورد في النجف، دخل باب الصحن، باب صحن القبلة، الشيخ المرضى الأنصاري صاحب المكاسب قاعد في أحد الأيوانات، الشيخ صاحب، وهو ما يعرف الشيخ والشيخ ما يعرفه، بس هو سامع باسم الشيخ وشيكل الشيخ يعرف، لكن كمصادق ما عندهم إطلاقا. شيخ صاحب أجى، الشيخ قال الإنسان هالشكل يتكلم مع الحسين والعباس، هذا أخذ فلوس روح تزوج به. هو وايد ندم. كلامنا في هالموضوع أنه كيف قضيت حاجته يوم اللي حقيقة راح وطلب الحاجة. الشيخ المرتضى أيضا من أين عرف؟ الله العالم. فاليوم اللي إنسان حقيقة يروح، ذاك اليوم الأئمة عليهم الصلاة والسلام وهم خلفاء الله سبحانه وتعالى حقيقة يعطون حاجة، في بر أو بحر ماكو فرق، في جو أو نفق، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، وكل الأمور بيده، لكن يحتاج إنسان حقيقي يروح إلى الله سبحانه وتعالى. فالهدف لما كان إلهيا يجب على الإنسان أن يطلب الهدف من الله سبحانه وتعالى متوكلا عليه، توكل يرى أمامه الحاجة، متوكل إنسان عادي ودعاء عادي مثل أدعيتنا مثل توكلنا. بعد التقشف يأتي دور التوكل، هذا الشيء الثاني. بس من الناس من كلامهم متبين يقول ما يصير، مو ممكن، مو معقول، هذه مثاليات، يعني هذا ما عاد يتوكل على الله. هو يتصور أن كل الأمور بالأشياء المادية والأشياء الظاهرية والأسباب العادية هذني تقضى. ولهذا شوفوا بينه وبين التقدم بون شاسع وبعيد.
ومأيوس لأن هذا مو متوكل واقع. الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، يعني هو الذي يجعل السبب سببا. من جعل النار سببا للطبخ؟ من جعل الثلج سببا للبرودة؟ من جعل السكين سببا للقطع؟ كله الله، قطع النظر عن كل شيء آخر. من أولدنا؟ الله. من أحيانا؟ الله. من كوننا؟ الله. من جعلنا ذكور؟ الله. من جعلنا كاملين في عيننا وأذننا ولساننا ويدنا ورجلنا وسائر جوارحنا وعقلنا؟ الله. فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، كل شيء. يجي فرد واحد عند الإمام الصادق، وصلت الإمام الصادق عند أحد الخلفاء أمراء حتى يطلب الإمام من ذلك الخليفة أو الأمير حاجته. الإمام قال لا بأس روح. هذا راح بعد كم يوم أجل الإمام يتشكر الإمام، قال يا رسول الله توسبت لي فقضيت حاجتي وقضاها الخليفة أو الأمير. وتعجب قال الإمام مش وقت أنت رحت للخليفة أو للأمير؟ الإمام قال أنا ما رحت لا للخليفة ولا للأمير، تعبيري هذا مضمون الحديث، وإنما أنا طلبت الله سبحانه وتعالى. الله ألقى في قلب الخليفة أو الأمير أن يقضي حاجته. إنسان دائما يجب عليه أن يكون متوكلا على الله توكلا هكذا. ثاني هذا الشيء. الثالث وهو أشكل من الأولين التعقل. من الممكن أن الإنسان يكون متقشف، من الممكن أن يكون الإنسان متوكل، لكن أن يكون الإنسان متعقلا هذا من أشكل الأمور. يكون عاقل، لأن في التعقل مو باب، مو عشرة أبواب، مو ألف باب، مو عشرة آلاف باب. تعقل أنت من الصباح إلى الليل تحتاج في كل خطوة إلى التعقل. لماذا يوميا نقرأ اهدنا الصراط المستقيم؟ إحنا مو مهديين؟ لا، مهديين في أصول الدين صحيح، لكن هل آكل أو لا آكل؟ هل آخذ أو لا آخذ؟ هل أمشي أو لا أمشي؟ هل أتكلم أو لا أتكلم؟ وكيف أعمل؟ كل دقيقة بحاجة إلى الهداية. نحن ولذا صبحا ظهرا عصرا مغربا عشاءا في الركعة الأولى في الركعة الثانية في الصلوات المستحبة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. تعقل كلش صعب، هذولي يمشون في الشوارع كلهم عقلاء لا شك فيه، لكن التعقل غير أن تكون عاقلا، هذا باب صعب. مثلا حسن مثل أمثل، من جملة التعقل أن تعرف الأهم والمهم. سبيلان أمامك، أيهما أهم أيهما مهم، أيهما تقدم أيهما لا تقدم. تتمكن يصير خطيب في خوزستان وفي قم، أيهما أهم؟ تمكن أنه تصير خطيب أو تصير مؤلف، أيهما أهم؟ تمكن أن تصير مؤلف أو تصير مرجع تقليد، أيهما أهم؟ وكل واحد من هذه الأمور يحتاج إلى كم من الطاقة، كم من العمل، كم من الجهد، كم من الماشي. أكثر الناس ما يتمكنون يميزون بين الأهم والمهم. شوفوا كالناس بلدية وطبيب، كلاهما نشأ في قم وربي في قم ودخل المدرسة، واحدهم صار طبيب واحد كالناس بلدية. هذه كالناس البلدية معناه ما تمكن أن يقدم الأهم على المهم. التاجر والكاسب العادي، إذن كلاهما بشر وكلاهما يعيشون في بغداد، لماذا هذا صار تاجر كبير وهذا صار بقال عادي؟ لأن ما عرف أنه كيف يقدم شيئا على شيء. بالنسبة إلى الحلم، بالنسبة إلى الصبر، بالنسبة إلى التعقل في الأمور، بالنسبة إلى الحزم، هذا كل فيها أهم ومهم. كل فيه شوفون صديقان كانوا في العراق، هذا 40 سنة 30 سنة صديقان على إيجار دار تنازع إلى أن ماتا الله يرحمه، وكلاهما طلب أيضا على إيجار دار. على شيء صغير يسب ويتهم ويبهت ويغتر ويجهل، هذا معنى ما عنده تعقل. هذا الذي ليس عنده تعقل مو صالح لأن يتقدم، لأن يحتاج إلى أن يكون في الإنسان صلاحية التقدم واقع. إذا ما كل الإنسان صلاحية التقدم، والصلاحية الإنسان يزرعها في نفسه، لأن النفس مثلها مثل الأرض، تزرع فيها طماطم، تزرع فيها شوك، تزرع فيها ورد، تزرع فيها المحامض، تزرع فيها برتقال. نفس الإنسان أرض قاحلة، وأنت الذي تزرع فيها السباب، تزرع فيها الفجور،
تزرع فيها الخير، تزرع فيها الصدق والأمانة والوفاء والحياء والغيرة والمروءة والإنسانية، أو الأنانية والجهل والفردية والاستبداد والكذب والدجل منفذك. وأكثر الناس يسقطون في التعب، يقول أنا ما أتحمل، يقول فلان ما يستحق، يقول أنا أعصابي ضعيفة. وعصابه مو ضعيفة، وإنما هو بنى على أنه لا يكون عاقل. في بغداد صارت قصة كلش جميلة أيام العثمانيين، قصة مذكورة في الكتب. فردوالي أخرج، فردوالي جاء إلى مكانه. ألخص القصة أيضا، فرد واحد من أشراف بغداد جاب إلى هذا الوالي الجديد فرد 1000 ليرة ذهبية. أي مناسبة؟ 1000 ليرة كلش خوش فلوس حتى للوالي. قال أي مناسبة؟ قال إن أبي رحمه الله وصى أن هذه الفلوس أقدم لك. قال شو وقت متوفى أبوك؟ قال قبل 30 سنة. قال أبوك ما يعرفني، شلون يوصي لي؟ إذا أنا جديد من تركيا جاء. قال بعدها شو الوصي؟ لعله فلش كان يعرف علم غيب. قال ما يصير، لازم تقول شنو السبب. قال في الحقيقة أبي وصيت الأبهم عده، أبي وصى أنه أعطي 1000 ليرة إلى أكثر الناس حمقا، وما وجدت إلا أنت. أنا 30 سنة جاء أدور على أكثر الناس حمقا، ما وجدت إلا أنت. قال شنو الإثبات؟ قال الإثبات واضح، الإثبات أنه هذا الوالي الذي طرد وحوكم وأعدم، هل كان واليا مثلك أم لا؟ قال إيه؟ قال ما يؤمنك أن تطرد بعد غد وتحاكم وتعدم؟ أكو عندك مؤمن؟ ما عندك مؤمن، بين أنت من أكثر الناس حمقا، هذا فلوس لك. هسه هذا أيضا من باب التعقل الواقع، يعني أن الإنسان يتعقل يشوف هل هذا المنصب يليق، هل هذا المنصب له مستقبل في الدنيا وفي الآخرة أو لا معنى. فالتعقل شيء من أصعب الأمور، ودائما يجب على الإنسان أن يلقن نفسه التعقل. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إن قال لك إنسان إن قلت واحدا سمعت 10، فقل له إن قلت 10 لا تسمع واحد. عندنا هشكل أعصاب وعندنا هشكل خلق، وقضايا في هذا الباب كثيرة وأنتم تعرفون كثيرا منها. تقشف، توكل، التعقل، وهذا أيضا شيء من أصعب الأمور، وأصعب من التقشف وأصعب من التوكل. أن يكون الإنسان متعقل، أن يكون الإنسان عاقل، أن يكون الإنسان يتمكن أن يصل إلى هدفه. ليس البلاد الإسلامية عقلاء واقع؟ على قول أحد الشعراء يقول إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن ما أرى أحدا. وقال يعني مو مجانين، ما يدور المجانين، هذا صحيح إذا كانوا عقلاء كان هذا وضعهم. العالم الإسلامي 1500 مليون مو عقلاء، لأن هذا المجموع بني من لبنة، لبنة لبنة على وزن كلمة، وجمعه لبن على وزن كلمة. هذا اللبنة مؤوف أو مؤوفة، هذا اللبنة مؤوفة، هذا اللبنة مؤوفة، هذا اللبنة مؤوفة، البناء يطلع مؤوف. شو هذا؟ وإلا إذا كان عندنا مجتمع عقلاء ومتعقلين، هل كان وضعهم هكذا؟ مجتمع مو متعقل، والمجتمع مو أنا متعقل وغيري مو متعقل، هل أفراد مو متعقلة جمعوا وبني منهم بناء، هذا البناء مو متعقل. هذا من أهم الأمور، أن يكون الإنسان متعقلا، والأمثلة على هذا كثيرة أيضا وكثيرة. إذا وفرنا في أنفسنا هذه الأمور الثلاثة، تقشف والتوكل والتعقل، نأتي إلى الهدف. الهدف هل الحدود الجغرافية الموجودة في بلادنا صحيحة واقع هذا عقلا أو شرعا؟ شرعا مو صحيح لأن الأمة واحدة، عقلا مو صحيح لأن التجزئة تضعيف، لكن هل نفكر في إسقاطها تفكيرا جديا؟ يجب أن نفكر. الأخوة الإسلامية الزائلة هل نفكر في إحيائها من جديد؟ يجب أن نفكر. وبيد من؟ بيد نحن بأيدينا، وأن الله ليس بظلام للعبيد. أما كيف؟ هذا له طريق من أسهل الطرق، لكن يحتاج إلى السلوك. الطريق لإعادة حكم الله سبحانه وتعالى وإنزال الحريات الإسلامية في الأرض ونجاة الناس من المشكلات وإسقاط الحدود الجغرافية وإرجاع الأخوة الإسلامية
فرد ألف واحد قلت لعله 30 منهم 40 منهم 20 منهم، هذول ألف واحد ينشرون في العالم يعملون شيئين. أول نشر الكتب، والكتب السمعية البصرية يعني فيديوهات، لأن كثير من عالم الإسلام مثقفين قراءة وكتابة لكن يشوف الكتب أيضا إنسان ينشرها. فرد 1,000,000,000 كتاب نشرنا في العالم، حتى العالم عرف داءه ودواءه. لأن سياسة تجهيل هذه سياسة عالمية ضد المسلمين، هم حكامهم يطبقون هذه السياسة، هم الغرب والشرق يطبق هذه السياسة. ولهذا تشوف في كل بلاد الإسلام كتب ممنوعة، سياسة التجهيل. التجهيل يعني شنو؟ يعني تبقى جاهل أنت من وكيف كنت وإلى أين وصلت وكيف تتمكن من إنقاذ نفسك. كتب من هذا القبيل، كتب عقائدية كلش حسنة، كتب تفسيرية كلش حسنة، كتب فقهية كلش حسنة، كتب أخلاقية كلش حسنة، لكن هالكتب موجودات، الكتب اللي تنقذ المسلمين وتري المسلمين كيفية الإنقاذ. هذا القسم من الكتب مو موجود. 1,000,000,000 من هذا الكتب توزع. إذا 1,000 إنسان كل إنسان 1,000,000 كتاب وزع صار 1,000,000,000. يمكن هذا الشيء؟ نعم. لأننا نرى أن في الناس قسم من الناس يوزعون 1,000,000 كتاب، قسم 5 ملايين، قسم 10 ملايين. أكو أحد علماء قوم قبل أسبوعين كان عدي قبل رواحية الحاج، هو موزع في قوم 30,000,000 كتاب. يعني يتمكن هذا مشان يتمكن، لكن على شرط يروح، على شرط التعقل كما ذكرنا. في هالبلد ما صار، في البلد الثاني، في البلد الثاني ما صار، في البلد الثالث. أحد الشعراء يقول شعرا غير صحيح، يقول بلادي وإن جارت علي عزيزة. هذا غلط. الإمام أمير المؤمنين قال الصحيح في نهج البلاغة، يقول خير البلاد ما حملتك، يعني أي بلد يحملك هذا خير البلاد. أنا أبقى في بلدي ذليل فقير مهان مريض، هذه بلادي وإن جارت علي عزيزة، أي مناسب؟ البلاد يعني شنو؟ يعني الحجر، يعني المدار، يعني الحائط، هذا شنو قيمة؟ قيمة للإنسان. ولذا موسى العاقل شوف ففررت منكم لما خفتكم. موسى يبقى في مصر بلادي وإن جارت علي عزيزة، هرب بنفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جارت عليه مكة خرج، فخرج منها خائفا يترك بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن هانوا علي كرامه. كذب أهل الإنسان إذا هانوا كرام، كرام له شرط، شرط الكرام أن يكونوا كرماء الأخلاق، كرماء المعاشرة، كرماء العلم، كرماء المعرفة. أما جملة من الحمالين وكالناس البلدية والميفهمون والمعدان، هذول الكرام أي من أسوء كرام؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ميزان الصفات النفسية مو ميزان أنه لأنهم أهلي. فإنسان يروح في البلاد العريضة الطويلة الوسيعة، فالألف إنسان ألم معنا 1,000 شباب إحنا؟ لعله إحنا فقط عندنا 1,000 طلبة. هذول كانوا ينتشرون في الأرض، وكل واحد يألف، كل واحد ينشر، وكل واحد يخطب، وكل واحد يملأ الشريط والفيديو. قسم يقولون من يعرف؟ عرف نفسك يا أخ، من يعرف شنو؟ من تمكن؟ مكن نفسك، لأن الله تعالى جعل بيدك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها. تمكن، بس احنا اللي مو ممكن. فالالف ينتشرون في العالم، ان شاء الله انتم منهم. هؤلاء ينشرون كتب، يطبعون كتب، ياخذون الفلوس من الناس لطبع الكتب ونشر الكتب. هذا عمل يعملون في سبيل الهدف. الشيء الثاني يجمعون الكلمه. الان اكو في العالم الاسلامي مئات الجرائد والمجلات للمسلمين، ها للشعوب اقصد الاسلاميين، أكو مئات الحركات لكن مبعثرة. هالحركات يجمعوهم يسووها تيار، يصير وما يصير يصير، لكن على شرط تفرغ نفسك لهذه الأمور وتتمكن. وإذا متقشف ما تحتاج إلى فلوس، ما تحتاج إلى كذا، لا لا، الإنسان يتمكن يروح، يتمكن يجي، يتمكن يأكل، يتمكن يشرب، يتمكن يعيش، يتمكن ينام أينما كان. يعني مو لازم يلف في فندق، يروح لحسينية ينام، يروح في مسجد ينام، حتى مسجد ما كان يروح في حديقينا الحديق العام، حدائق عامة أصحاب الصوف شنو. بس هذا القصص، يعني احنا نملأ أنفسنا قصص حتى نقولها للناس. هذا هو
لكن مو قصصا للتعليم والتعلم والعمل. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول وإن العلم لينادي بالعمل، العلم للعمل يقول تعال، فإن أجابه وإلا ارتحل. إن أجابه العمل العلم يبقى، وإلا العلم أيضا يرتحل، لأن العلم مو باللسان، العلم التطبيق. الإنسان ضروري عليه أن يطبق علمه، وإلا الذي لا يطبق علمه هو الجاهل سواء، بل الجهل أفضل منه، لأن الجاهل جاهل، هذا يعلم ولا يعمل، على قول المشهور يعرف ويحرف. مثل فرد ولد صبي صغير يجي إلى هذه الغرفة وأجلكم الله ينجس، جهل. فرد كبير يجي ينجس، هذا شنو؟ انتشار في الأرض. فرد ألف إنسان وألف عتنة، مو فرد في المستقبل بعد 20 سنة، أنتم من جملتهم وأصدقائكم من جملتهم. ألف يطبعون كتب، ينشرون كتب، ينشرون فيديوهات وأشرطة، يخطبون، يجمعون كلمة المسلمين، التيارات، النشاطات، المنظمات، الأحزاب الإسلامية، المجلات، الجرائد، يجمعون يسوون تيار. إذا صنعنا هذا الصنيع صدق الاستعمار لا يبقى في بلادنا حتى 10 سنوات، ميت ميت، ما كان يبقى. الآن إحنا اللي حملنا الاستعمار على أكتافنا بسبب عدم عملنا. الاستعمار شلون بقي في بلادنا؟ لأنه ما يشوف المسلمين يعملون هو يبقى. شيء واضح، هذا يخرب زراعتنا وصناعتنا وتجارتنا وسفرنا وإقامتنا وشبابنا إلى آخره، حتى يصير تيار للإضرابات والمظاهرات من أقصى بلاد الإسلام إلى أقصى بلاد الإسلام. صارت إضرابات ومظاهرات، تبقى حدود جغرافية، تبقى لا أخوة الإسلامية، تبقى القوانين لا مشروعة. المستعمرون الكفار إنما يبقون في بلادنا لأنهم يروننا أهلا للبقاء، أهل الكلام مو أهل العمل. الكلام هم على أسف كلمات عادية، يعني ليت كنا نتكلم حول العلاج، حول الفكر، حول كذا، نتكلم حول أشياء عادية. إذا صنعنا هذين الصنيعين نصل إلى هذا الهدف، هو هدف إنزال حكم الله تعالى قبل ما صنعوا. إذا جماعة المؤتمر في الهند صنعوا نفس هذا الصنيع. واحد من أصدقائنا كان قبل 3 ليالي هنا جاي من يابان وتايوان هالأماكن، هند وكذا. يقول اللطيف شفت قسم من المسلمين هسه يجيب أسمهم هنا، يقول هذول بينهم تنازع في بلد من البلاد الهندية قائم على قدم وساق، وبعضهم يكفر بعضهم على شنو؟ فالشي اللي ما سامعين كلكم أصلا انتم وما تسمعوا إطلاقا على وجود الماء. قلت هذول الجماعة شنو يتنازعون مع ذاك الجماعة؟ قالوا على وجود الماء نزعنا. سامعين على وجود الماء يتنازعون الناس؟ فسروا، قالوا هذول الجماعة يقولون الحسين عليه الصلاة والسلام ليلة عاشوراء كان عنده ماء، هذا هو. فالتنازع على وجود احنا الاصليين نقول ما عنده ماء، هم البدليين يقولون عنده ماء، اولئك يقولون نفس الشيء، يقولون احنا في تواريخك وكان عنده ماء، هم اللي منحرفين عن التاريخ يقولون ما عنده ماء. تنازع على وجود الماء هذا هو، يقول هذا ما اسمه اصلا. شوف وناس معتهم شغل تنازع على وجود الماء، رجعوا يتقدم من الجيل القديم ومن الجيل الحديث، يفهموا ويفهموا والى اخره. حتى انا قلت لبعض الاصدقاء وأظن في بعض الكتب أيضا كتبت، قلت على أنه لا تقولون هذول مجاهدين في سبيل الله وهذول رجعيين، قولوا هذول مجاهدين في سبيل الله وأولئك الحافظون لحدود الله، كلهما صحيح. هو يقول هذا رجعي وهذا تقدم، هذا يقول هذا شيوعي، هذا يقول هذا معاد الملحد، هذا يقول وتكفير وتفسيق وأوسو. حتى صدام يستولي على العراق ومستولي وباقيهم، لأن العلة المحدثة على قول الفلاسفة هي علة المبقية. يعني صدام شلون اجى للعراق؟ بنفس السبب بقي في العراق وسيبقى في العراق، وحتى إذا صدام تبدل يتبدل الهيكل ولا المعنى ما يتبدل، بدليل أنه من عبد الكريم قاسم إلى عبد السلام إلى عبد الرحمن إلى أحمد حسن بكر إلى صدام هيكل تبدل، أما الواقع موجود. في تصوري أنا الإخوة يجب عليهم أن يفكروا حقيقة في الهدف والطريق إلى هذا الهدف، أما أنه أنت مشغول بتحفظ شعر مال ابن مالك على أنه صحيح في نظري، أو أنك مشغول تحفظ فرد 4 أو 5 مجالس حتى تقرأ عند جماعة في شهر محرم إن شاء الله تعالى وهذا صحيح أيضا عندي،
أو أنك مشغول بنزاعات جانبية وأفكار كذائية هامشية، هذا معنى أنك صرفت عمرك في المهم دون الأهم. سعدي يقول لأن سابقا كانت البلاد الإسلامية كلها بلد واحد، ثم صارت بلدين، ثم صارت أربع بلاد، ومن قبل 80-90 سنة صار هالبلاد الكثيرة، وإلا البلاد الإسلامية كانت أربع بلاد فقط. إلى قبل 80-70 سنة كل أربع بلاد كانت فقط، ثم توسعت والمستعمرون دخلوا وجزأوها التجزئة المشهورة. ولذا المسلمون كانوا يسافرون، مثل أنتم مثلا تسافرون في العراق من بغداد إلى البصرة إلى العمارة إلى الديوانية إلى نجف إلى كربلاء، شلون هالشكل كانوا يسافرون في كل البلاد لأن بلادهم. فالسعدي يقول على أنه كنت في دمشق في المسجد، كنا قاعدين مع جماعة، فرد واحد إجا عدي إنه قال واحد منكم يعرف فارسي؟ قلت يا أنا أعرف. شنو؟ قال فرد واحد أكو هنا فرد شايب قريب موته في حالة احتضاره، يقول فرد حكي من أعرف شي يقول، أنت إذا تعرف فارسي تعال شوف شي يقول هو. قلت ما يخالف. يقول رحت مع جماعتي إليه، يقول شفت فرد شايب عمره 150 سنة هالشكل وفي احتضار أواخر ساعات حياته. قلت لا أنا أعرف فارسي، أنا هو سعدي إيراني، قلت أنا أعرف فارسي، شنو تريد؟ راني وصي. يقول قلت له على أنه تحب أجيب لك طبيب؟ يقول ضحك هو وأنشد هذا البيت الفارسي سأترجمه. قال خانمان از أساس ويران است، خاجه در فكر نقش ايوان است. يعني البيت من قاعه رايح، رب البيت جاي يفكر في التنقيش في الحائط في تجميل الحائط. خانمان از اساس ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. اون یکی زور درد مینالید، پیرزن صندلش همی مالید. یعنی فرد واحد کان من وجع البطن کان یلتف حول نفسه، والعجوز زوجته کان تمرخه بالعطر، تمرخ رجله بالعطر، پیرزن صندلش همی مالید. قال شنو طبيب تجيب لي؟ أنا في ساعة موت. خانمان على أساس ويران است قصد هذا، يقول على أنه يعني قرار البيت كمناسب. أنا بعد رايح تلفان، ما أبقى حتى تجيب لي طبيب أو ما تجيب لي طبيب. هذا مثل على أن الإنسان يفكر في الهامشيات ويدع المتن. حقيقة نحن يجب علينا أن نفكر في المتون. البيت كان في العراق متعارف بيت، ولو أنه معنى جميل لكن لفظ بيت كلش عادي. يقول ألا يا أيها الطلاب ماشي عليكم بالمتون لا بالحواشي. ماشي يعني يمشي في العلم، بس إنسان لازم عليه بالمتون بالأسس لا بالحواشي. أهل غالبا نفكر في الحواشي والهامشيات، حواشي وهامشيات أيضا زينة، لكن أكو فرق. في بدن الإنسان أكو سرطان، وفي وجهه أكو خدش. تعالج الخدش أو تعالج السرطان؟ تعالج السرطان وتعالج الخدش. وإذا عالجت الخدش أقمت دليلا عمليا على أنك لا تفهم. قالوا صحيح، إنسان لازم أيضا خدش وجهه أيضا يعالج. في تصوري من الضروري على الإخوة أنهم يتفرقون في بلاد الله العريضة الوسيعة والفسيحة، ويعتمدون التقشف والتوكل والتعقل لأجل الهدف، وهو حكومة 1500 مليون، وطريقها تثقيف عام أقل تقدير بألف مليون كتاب، وجمع الكلمة، جمع الحركات، جمع المنظمات، جمع الأفكار، جمع الشلالات، جمع التيارات، جمع المكتبات، جمع دون النشر، حتى يصير هذا الشيء. لكن هذا يحتاج إلى التقشف حتى تتمكن تسافر، تحتاج إلى التوكل حتى الله يساعدك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ أكو ناصر غير الله تعالى؟ صرنا قوميين ماكو ناصر، صرنا شيوعيين ماكو ناصر، صرنا بعثيين ماكو ناصر، صرنا ديمقراطيين غربيين ماكو ناصر. أهم دليل على هذه الآية المباركة. فنعتمد التقشف والتوكل، وأهم الأمور التعقل، ولو كل هذه الأمور صعبة نصر. فإن من جد على الدربي
وصل، لا تقولن مضت أيامه، إن من جد على الدرب وصل. ومن الضروري أن لا يفكر الإنسان في نفسه أنا صغير، صحيح أنا صغير، أنا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى من أصغر الأشياء والموجودات، لكن تصغير نفسي على حساب الهدف هذا مو صحيح. لازم نفكر، نتفكر، لأن الذين تمكنوا وتقدموا وعملوا وراحوا وذهبوا ووصلوا من كانوا هؤلاء؟ هذا نفس نكون، نفس الإنسان، بس أنهم على الأغلب الذين وصلوا هم الذين كانوا يعتمدون العقليات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.